بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتعلم مع بعض النهاردة الخطوات اللي احنا هنمشيها عشان نحل بيها الهومورك بتاع الجراف لايبرري، الاس في جي جراف لايبرري. اول حاجة هنعمل رايت كليك، انا هدي لك الملف في صورة ملف مضغوط امتداد رار، هتعمل رايت كليك وتقول له اكستراكت هير. طبعا انت هتحطه في مكان انت تكون عارفه كويس. ده البروجكت اللي انا المفروض هفتحه. هاخد المسار بتاعي كوبي هنا عشان اطلع على النت بينز، واجي اقول له من فايل، اقول له اوبن بروجكت، اوبن بروجكت، واجي احط المسار هنا واقول له افتح المشروع. طبعا هيظهر لي دوت، اقول له افتح المشروع، هيتفتح لي المشروع. وحتى الان ملفات التست فايلز كلها موجودة، بس هي فيها اخطاء، فيها ايرورز. الايرورز دي ليه؟ لان المفروض انا ابدا اعمل كل كلاس مطلوبة مني وابدا اعمل لها تيست اختبار. هعمل رايت كليك واقول له نيو جافا كلاس، واكتب مثلا وليكن انا عايز اتست البوينت كلاس. هعمل الكلاس اللي اسمها بوينت، تمام، وابدا اقول له بناء على المواصفات برايفت انتجر اكس برايفت انتجر واي. بعد كده اعمل الكونستراكتور بابليك بوينت، واعمل الكونستراكتور الاوفرلود بابليك بوينت، بياخد انتجر اكس وانتجر ايه وانتجر واي. this dot x بتساوي x اللي احنا طبعا عارفينه، this dot y equal y، والمفروض هنا اكتب this of 0 0 عشان يستدعي الكونستراكتور زميله. هنا حطيت لي غلط، لي اهو شايل اهو الايرور، مفيش ايرورز. بعد كده هعمل رايت كليك واقول له ريفاكتور، ريفاكتور انكابسوليت فيلدز، ان فين انكابسوليت فيلدز تحت اهي. هيقول لي عايز نعمل لك دوال السيت والجيت، اختار سيلكت اول واقول له ريفاكتور، هلاقي اوتوماتيك عمل لي دوال الجيت والست لوحده. ادي الجيت والست لوحده، بيعملها لي لوحده، ناقصني بس داله واحده اللي هي بابليك سترينج تو string. طبعا دو string دي حسب المواصفات، هتريتيرن string dot format، وهفتح قوس واقول له percentage دي كوما percentage دي، اقفل القوس واقول له y x y y y. اول ما انا كتبت الكلاس ديت واقفلها كده، هبص على الباكج الاقي البوينت تيست ايه اتشال من عليها الايرور. اذا انا اقدر اختبر الكلاس دي. لو جيت على البوينت تيست وقلت له تيست فايل، اختبر الفايل، هيتفتح لي ولكن هيديني ايرور. الله، ازاي ده؟ انا عملتها كلها سليمه. تفتح الزائد وتمسك الايرور، اول حاجه حصل ايرور في الجيت تيست، تفتحه قال لك اكسبكتد 0 بات ووز سالب 2، يعني معناها انا مديله سالب 2 وجالي انا المفروض يجي لي صفر. تفتح كده وتقرا كده بالراحه. انت هنا لما انشات اديت له سالب 2 واديت له سالب 3، بس لما جيت ترجع قال لك انا رجع لي، المفروض يرجع لي صفر بس رجع لي سالب 2. يبقى في غلط حضرتك كتبته في الكود، انك نسيت تختبر اذا كانت الاكس اكبر من الايه من الصفر، واذا كانت الواي اكبر من الصفر اقبلها، اذروايز حطها بصفر. طبعا لو جيت اتست تاني هلاقي برضو لسه في ايرور، الايرور اللي هنا اتصلح، لكن في الست واي، في الست واي هلاقي فيه ايرور. اه في الست واي في ايرور فعلا، لان انا ما عملتش الايه في الواي اكبر من الصفر، لازم اعمل الايه الاختبار. وفي الست اكس اف الاكس اكبر من الصفر، الفاليديشن رولز دي مهمه. لو جيت ارن التيست تاني المفروض يطلع لي التيست 100% سكسيد. المفروض احنا مطلوب مننا نعمل جميع الكلاسز دي كلها، وكل الكلاسز ترن التيست كيسز سكسيد. ان شاء الله لما التيست كيسز كلها تكون سكسيدد، الواجب بتاعنا هيكون خلص. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا والى اللقاء.